الكابتن جمال السوداني المدير الفني للكوم الاخضر بيقول لك النهارده هارد لك اداء جيد وقوي لفريق الكوم الاخضر ولكن الخساره بهدف ناتي. الحمد لله رب العالمين. يعني انا برضه باللاعب الاول والميه اسم كبير ومتجهز كويس والبدايه بتاعته كويسه والحمد لله رب العالمين. يعني انا رغم ان احنا يعني احنا اتخطفنا بالاول بعد كده ملكنا الماتش. يعني انت شفت سير المباراه وبتاع كمان ده, انما ان شاء الله انا هنقفل الصفحه دي وهركز اللي جاي. عندنا جبر الدوار وعندنا ثلاث متوش على ارضنا من الخمسه الجايين, فلو ادينا المباريات كلها بنفس الاداء الرجولي بتاع النهارده فان شاء الله استبشر خير في الفرقه بامر الله. كان ابرز التعليمات للاعبين قبل ذات ان احنا نضغطوا عليهم, نضغطوا على الخصم, وان الخصم مش هين, خصم فريق كبير, فريق هيئ وفريق اول, ومن وراكب الجدول من اول الدوره وراكب الجدول ومش هين يعني. فكنا ايه, ما نفقدش الكوره ونضغط كويس, بس احنا حمى البدايه اللي هي ركله البدايه دي هي اللي ايه قلقتنا. انضغطنا في الاول وبتاع وطلطنا جون, وبعد كده يعني ايه ركبنا الماتش. يعني الحمد لله, يعني انت شايف سعادتك الماتش وركبنا المباراه ودخلنا في الجيم واضعنا فرص والحمد لله على كل شيء. وهم فرقه كويسه, فرقه كبيره وفرقه هينه, مش هينه يعني, يعني فرقه منافسه. احنا فرقه يعني عايزين الدار, عايزين نستنى في الدوري ده اقصى امانينا. جمال بيطلب ايه من مجلس اداره الكوم الاخضر؟ والله هو مجلس اداره مش بياخد بحاجه, يعني موفر لنا كل حاجه. يعني الماتش اللي فات مكافاه طلعت على طول فورا في 48 ساعه, ماتش الحوش خدنا المكافاه في 48 ساعه وكان عامل مكافاه مضاعفه النهارده. يعني الناس معانا وما بيسيبناش التمارين ومتواجد معانا في المباريات, ماتش فوق كان معانا في المباريات ومتواجد معانا على طول. يعني بشكرك يا كابتن جمال, الله يبارك لك.